انا ارجو 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 ان احنا نعمل حاجه اسمها بوزيشننج. يعني ايه بوزيشننج؟ يعني لا نكرر اللي احنا بناخده السنين اللي فاتت، لاننا في مرحله تحدي حاليا. هذه المرحله بتتطلب ان احنا نركز بشكل رئيسي على الموارد البشريه. احنا عايزين ايه من الموارد البشريه في مصر؟ عشان قبل ما نقول بقى احنا عايزين ايه من الموارد البشريه في مصر، لازم نصنف الموارد البشريه في مصر وضعها ايه. لان مشكلتنا في اي استراتيجيه ان احنا ما بنعملش حاجه اسمها بوزيشننج. يعني ايه بوزيشننج؟ يعني انا بحط اهداف طموحه جدا وحلوه جدا اقعد اتكلم عليها، لكن انا بعمل ايه على ارض الواقع اللي تقدر وبحرق ده. لا قبل الادوات التطبيق غلط يعني ورايح فين. هديك طبعا اليات التنفيذ ما بتبقاش بالكفاءه المطلوبه، الناس ما بيبقوش بالكفاءه المطلوبه، ما بيبقاش في اليات للمتابعه والتقويم. ودي اهم شيء مفتقد في مصر عشان نوصل للنتائج. يعني انا هديكم مثال على اللي انا بقوله. احنا بقالنا كام سنة بنتكلم على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وهي ضلع رئيسي في تحقيق التنمية، لان المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية مهمة جدا جدا في التوقيت اللي احنا فيه. فالنهاردة لما اجي اقول انه الاموال كلها اللي انفقت على التمكين الاقتصادي للمرأة اللي هي عدت مليارات من الدولارات، والمشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر بتتراجع. يعني آخر أرقام 17%، وده من أدنى المعدلات في العالم. فمهم قوي نعرف، طب هو أنا مجرد أن أنا بحط خطط، ولا لازم أتتبع هو النتائج ما بتتحققش ليه كما ينبغي؟ طب كيف يتم تزويل التراجع كان ليه يا دكتورة يوم؟ التراجع لأن مثلا أنا عندي تجربة للتدريب السيدات في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة في الصعيد وغيرها، فقدر أعرف أن التراجع ماشي نتيجة الظروف الاجتماعية للمرأة المصرية. الظروف الاجتماعية للمرأة المصرية عايزة برامج مفصلة تيلور بروجرامز عليها.